السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونهاركم مبروك إن شاء الله. وراكم معايا اليوم في المطبخ تاعي، ما راكوش مع عند اللي يبيع التوابل. كما راكم تشوفوا التوابل اليوم اللي زي بيس معنا، اللي نطيبوا بها تقريبا يوميا، ولا تقريبا كل في المأكولات تاعنا كامل، اللي نسحقوها كامل في المطبخ تاعنا، لازم علينا نستعملوها بطريقة صحيحة وبطريقة نظيفة باش ما نخافوش على صحتنا وصحة أولادنا. لهذا اليوم الإخوة والأخوات وخاصة بناتنا المبتدئات، الموضوع هذا إن شاء الله نتمنى يكون يهمهم ويتبعوا معنا. الموضوع مهم جدا هذا نتاع التوابل تاع اليوم، لازم قبل ما نشريوها لازم نكونوا نعرفوا أساميها ونعرفوا بالعين واش هي، ونعرفوا واش راحنا رايحين نشريو. إذا كان مرحية نعرفوا واش يعني اللي تشري من عنده مول التوابل، راه هو اللي يعرف بالميز يعني بالميزه نتاعو واش يخلط لك. كيما هنايا عندنا راس الحانوت مخلط كامل، كيما نقولوا راس الحانوت مخلط، كيما راكم تشوفوا فيه، شوف فيه كامل هاد المكونات اللي راها هنايا كامل راها فيه مخلط. اللي يبيع يعرف يخلط لك، لكن لازم تكون انت تعرفي واش هذيك واش يوزن لك واش ما يوزنلكش، لان الا ما قلتيلوش راه يوزن لك حوايج، يخلط لك حوايج انت ما تحبيهمش ولا ما يجيوكش في الماكله تاعك. هاد البهارات هادو ولا لي زيبيس كيما نقولوا، يعني راهم فيهم بزاف حوايج، لازم نديو غير واش يهمنا. هادو هما كيما راكم تشوفوا راهم مرحيين، نشوفوا درك الاسامي تاعهم وبالعين كيما قبل ما يكونوا مرحيين قبل ما نشريوهم. اللي هادو هما عندنا لهنايا، هذا نقولوا له العود الاصفر، العود الاصفر اللي هو الكركم، هذا هو معروف يعني باش تعرفوه. انا نشريهم كامل هكذا ونقيهم، يعني كاين حوايج حتى وين نغسلهم كيما الكرويه والكمون، ونقيهم ونشفهم نلبسهم ونرحيهم، ندقهم بالمهراز نهرسهم شويه ومن بعد ندق نرحيهم في الرحيوه اللي باش يرجعوا كيما هكذا. والاغلبيه تاع حوايج هكذا نشريهم مرحيين. اللي انا عندي يعني اللي نثق فيه عندي خالي يبيع هاد، هو متخصص في هاد الامور هذه التوابل، اللي عنده خبره تاع 50 سنة، وانسان صافي صافي، الناس كامل تعرفوه يبيع بطريقه روعه. يعني كاش نهار نصور لكم المحل تاعو وين يخدم هاد الامور هذه. هذه هي نرجعوا للاسامي تاعنا، قلت لكم هذا هو الكركم، وعندنا الكرويه، هذه كرويه كما راكم تشوفوا حب، هذيك نرحيوها ترجع كرويه غبره. عندنا فلفل اكحل البزار اللي هو حف قبل، انا البنات عندي الفلفل الاكحل هذا لازم نشريه هكذا ونرحيه في داري. هذه هي ما عنديش حاجه واحده اخرى اللي باش نقول نشريه. عندنا هذا العود الاصفر، العود الابيض اللي هو السكنجبير ولا زنجبير. عندنا هذه الكبابه، كبابه هادو اللي نستعملهم انايا ونحبهم. وعندي هنايا الكمون، كمون حب تانيك راه يشبه الكرويه. عندنا الخروب اللي هو هذا، هو الخروب هذا مول البائع اللي يبيع لك هاد التوابل، يعطيك مقدار على حساب، لان هذاك اللي يبيع التوابل هو اللي يعرف يوزن شحال واش يدير لك من كل نوع شحال يحط لك، يعني ما لازمش يزيد لك فوق القانون تاع الميزان هذاك يكثر لك. هذا هو الخروب، راه فيه فوائد كثيره مليحه، يعني الخروب راه صحي صحي بزاف. وعندنا اللي لازم يكون عندنا كيما الحريره، كيما هذا يقولوا خنجلان، هذا خنجلان لازم نشريو شويه منه هكذا ما تكتروش، راه روعه هذا، هذا مام في الصحه صحي يعني مليح، يصفي الدم ومليح. عندنا هنايا اليانسون، هذه كما نقولوا نجمه الارض، اللي هي تاني راهي صحيه وعندها فوائد كثيره مليحه. واللي حب راس الحانوت تاعو يعني شويه فيه الحار، يدير هذه السودانيه ولا سسافيندا ولا الحار كما نقولوا. هذو هما المكونات اللي قبل اللي لازم نكونوا نعرفوهم الا شريناهم، يعني قبل ماهوش مطحونين. الناس اللي تحب تشري بلا طحين، يعني تشريهم هكذا وتطحنهم في الدار وحدها، لكن هاد المكونات كامل كنطحنوهم راهم يرجعوا كيما هكذا
كما راكم تشوفوا هادو كامل مخلطين بهاد الاسامي اللي شفناها، يعني هادو هما، هادو راني درت غير شويه شويه، لكن كي تشري مقدار من هادو، هادو هما كي تطحنيهم يرجعوا لك هذا هو راس الحانوت المخلط. يعني الا كانت عندك الثقه في اللي يبيع التوابل هذا هو، هادو هما، والا ما كانتش عندك الثقه فيه تشري من عند اي واحد يعني ما تعرفيهش، راه يزيد لك حوايج واحد اخرين، يزيد لك كيما الحلبه، يزيد لك كيما حوايج، يعني بزاف حوايج من بلا ما نذكروهم راهم ماشي ملاح. هادو هذا راس الحانوت، انايا لما رحيت هاد المكونات كامل هادو هما راس الحانوت تاعي، يعني مخلط. وكي نروحو لهم نشوفوهم بلا ما مخلطين، يعني عندنا هنا الكمون، هذا كمون رحيتو، عندنا هذا سكنجبير اللي نطيبو به، يعني لازم يكون وحدو، لازم ميم تخلطي هذا راس الحانوت لازم يكون عندك سكنجبير تاني في القاروره تاعها هذيك وحده. عندنا هنايا كيما الكركم معروف راكم تشوفوا وحده تاني، عندنا الكرويه لازم عاود تكون عندك شويه وحدها، ميم يكون عندك راس الحانوت مخلط لازم الكرويه تاني تكون عندك في جهه واحده اخرى، في قاروره واحده اخرى شويه. عندنا البزار تاعنا ولا الفلفل الكحل كيما راكم تشوفوا، انا كيما قلت لكم نرحيه وحدي. وعندنا طبعا هذا البابريكا، هذا الفلفل الاحمر، هذا حلو يعني مخدوم في الدار تاني، انا ماشي انا اللي خدمته، لكن المراه هي اللي خدمته، عندنا لافامي تاعنا نشري عندها، نشري عليها يعني كي تخدم في الدار تخلي لي. هادو هما لي زيبيس تاعنا البنات، نشوفوا كيفاش نستعملوهم المده اللي نستعملوهم فيها. كما هضرنا على هاد المكونات كامل كيفاش نخدموهم ولا كيفاش الاسامي تاعهم، دروك نشوفوا نقول لكم على يعني شحال نخليوهم، ما لازمش المده تاعهم، انا ما نخليهمش اكثر من شهرين في الدار، يعني واش على نفسي انا نحب لكم كما نفسي انا، نتوما انا ما المده تاعهم ما تفوتليش شهرين، ولا حبيتهم يعني حتى ولا كان شهرين حتى 3 شهور ولا ما على باليش، كل وحده والظروف تاعها كيفاش، واش لازمكم الحفاظ تاعهم، يعني كما هاد كما قلت لكم سكنجبير سكنجبير والكركم هادو، انا دوك نحي شويه شويه كما هاد القاروره تاعهم، نحي شويه نخلي على حساب في هاد القارورات هادو كيما هادو تشوفوا، هذا سكنجبير ديجا راهم عندي فارغين كامل، دوك ننظفهم وكل شيء ونعمرهم، لكن اللي يشيط لي هنايا اللي يبقى لي واش ندير به، لازم نديرو كل اسم هاد النوع هادو نديرهم في لي ساشي كونجيلاسي هادو، ونحطهم في علبه، يعني نحطهم كامل هنايا. هذه طريقه يعني صحيحه انا راني نخدم بها، راني موالفتها، عندي بواط هنايا تاع الزاج لازم ديروا حاجه تاع الزاج، بباطا تاع الزاج هكذا ولا بلاره ولا حاجه، مهم تكون تاع الزاج، وتحطوا فيها لي زيبيس تاعكم كما راكم تشوفوا. من بعد ما نعمروا القارورات كما قلت لكم اللي نطيبوا بهم، اللي بقى لنا نحطوا في لي ساشي هادو، نزيروهم مليح، نعقدوهم هكا ونحطو لهم البلع تاعهم كما راكم تشوفوا. يعني هذه راني رايحه نحطها في الثلاجه، هذه هي هذه الفكره راهي راني نخدمها انا دائما كما هكذا، ومليحه وصحيحه، وتبقاو مهنيين على رواحكم كي كملوا لكم القارورات تاعكم هذوك، تجبدوا العلبه تاعكم هذه من الثلاجه تاعكم يعني، وتزيدوا غير بالعقل بشويه. البنات الموضوع تاعنا كيما راكم تشوفوا اليوم هذا هو على التوابل، ان شاء الله يعجبكم، واللي عندها كاش سؤال ولا يعني ما يخص هذا الموضوع ان شاء الله ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليقات، ونتمنى لكم ان شاء الله ايامكم كامل موفقه. وهذه هي الانسان يكون يعرف الحوايج هادو بعينيه ويعرف بيديه كما يقولوا واش يخدم بيديه، هذه هي. ونحب لكم الخير، ونحبكم تكونوا كامل بخير ان شاء الله، والفرصه واحده اخرى ان شاء الله، وبسلامه عليكم.